استوروا يدينا في طبق حلها وما نتلوش بحال كان هي كان جامله في الماء دي ضروا لا انا جيت من اللي سكتت تعوت كتبنين كتتروت من تسعد فاطمه الزهره اش كتقول تعوت حلو كيف السلام عليكم السلام ولدي ورحمه الله وبركاته شنو وقع بالضبط هذه السيده هذه السيده ولدي مراه كبيره انتما شفتوها عندها 100 عام وتقريبا انا واحد المراه كنديروا عليها كل وحده كتدخل عندها مره هي دخلات عندها مع المغرب وبدلات ليها دارت ليها ليكوش غسلات ليها ودارت ليها ليكوش ولبست حوايجها احنا انا ما كنعسوش بكري كنبقاو ديك الوحده ل 12 ونص جيت باش نغطيها حليت الباب باش غنغطيها تلقيت السيد محيد ليها حوايجها ما صليها حوايجها مخليها عريانه وهو ناصل سروالو وشادها بيديه بحال هكا وتا يدير داكشي اللي خاصو يدار انا ملي شفتو رجعت بالورانية تنجري والله شاهد عليا انا راه باقي لدابا بين عينيا انا الصوره ديالو ما تخفاش عليا واخا ما عرفت فين نمشي الصوره ديالو انا ناعسه والصوره ديالو بين عينيا انا رجعت بالورانية تنجري باش غنسد عليه الباب سديت الباب هو هاكا تم الكيلو ديالو ولدي لحيه في الدين شفتو تم الكيلو ديالو شتو شد داك العجب اللي دار لديك المراه ومراه كبيره رجعت سديت عليه الباب منعني هو انا نجري هو يجري ورايا سديت الباب وكنغوت عتقوني وزيدو ديك بقات ليا فمي غير زيدو حتى واحد ما خرج عندي دراري كيقول لك هاد السيده عير مع ولدها ولا مع شي واحد وانا شديته ملي زعمني وحل عليا الباب شديته من جاكيطه بحال هكا وكنغوت ملي شاف الدراري خرجوا ضرب لي يديا وهرب وهادشي اللي كاين الدراري تبعوه الدراري ما عرفوش اين نزل القدار ما عرفوش اش من بلاصه مشى فيها يعني هذا واش ما كيسكنش قريب لكم هنا ما ليش شتو في وجهه نعرفه ولكن باش نعرفه فين هذا ما عرفتوش اول مره كتدخل عليها ولا الله والعلم والله انا كن هي ما كتهضرش انتما شفتوها هي ما كتهضر ما والو ما كتهضرش لا كان كيدخل وكيتخبى حتى الليل ويبات هنا راه تيبات هنايا انا ملي كندخل مع الوحده كندخل مع الجوج انا ما كنعش في الليل بعض المرات مع عندي السكر كنوض بالليل كنوض بزاف الباب قريب ليا كنحل ونجي نطلع عليها وهادشي اللي كاين ولدي